بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، مشاهدي موقع وتلفزيون مصر تايمز، أهلا وسهلا بحضراتكم في لايف جديد. احنا هنا النهاردة في محافظة الغربية وتحديدا قرية الدلجمون، مركز كفر الزيات. مأساة عاشها أهالي قرية الدلجمون ولحظات مرعبة كانت يعني مصيرهم، حيث شب حريق هائل في إحدى الشقق السكنية المتواجدة بدائرة مركز كفر الزيات. شهود عيان هيحكوا لنا تفاصيل اللحظات اللي عاشوها هنا والمأساة اللي احنا شايفينها حالا. الشقة اتحولت حرفيا لكوم تراب. هنتعرف بحضرتك، أنا اسمي حسن رفعت البشاوي، ساكن هنا في الدور اللي تحت الشقة على طول. حضرتك إيه اللي حصل؟ حضرتك إحنا الساعة 2:30 بالليل لقينا تليفون من الجيران حوالين مننا بيقول لك الحقوا الشقة اللي فوق منكم ولعت. فطبعا حضرتك طلعنا نجري هنا عشان نشوف إن في إيه. خبطنا على الباب، طبعا ما فيش حد، كسرنا الباب، دخلنا السودة هي جامدة أوي، طلعت من الشقة، طلعت على بره، دخلنا نبص على أي حد بس ما عرفناش ليه، لأن كان الحريق شديد وكده. طبعا أهل الخير اللي عنده طفاية جابها لنا عشان نطفي بيها، ما عرفناش نسيطر عليه. طبعا اتصلنا بالنجدة، كان مشكورا سيادة رئيس مباحث كفر الزيات، بعت لنا المطافي وبعت لنا الأسعاف. طبعا اول عربيه بتطفي ما نفعتش، الثانيه برضو نفس النظام ما نفعتش، في الثالثه يعني بدات العمليه تهدى. سياده الرئيس مباحث برضو كفر الزيات بعت لنا العالم هنا وقال لنا اي حاجه انتوا عايزينها. فطبعا يعني زي ما حضرتك شايف الشقه بقت كوم تراب. يعني انا عايز حضرتك توصف لنا كده قبل اي حاجه شكل النار كان عامل ازاي. لا فظيع حضرتك، لو بصيت هنا للباب ده يعتبر الباب اللي انا اول ما طلعت كسرته. ماشي، ده حضرتك النار اهيت. تخيل حضرتك ان الدخنه السوداء طالعه من جوه هنا لغايه هنا كده. لغايه هنا، انا طبعا دخلت لغايه هنا كده بالظبط هنا كده ما شفتش حاجه خالص. ليه؟ كان السواد في كل حته. رجعنا تاني فصلنا الكهرباء عن البيت وجبنا الطفايات اللي هي الصغيره ديت عشان نطفي بيها. طبعا حضرتك دي المفروض ان هي ثلاجه. دي حضرتك دي التلاجة. دي كان المفروض انها تلاجة. ماشي حضرتك، دي ركن عريس وعروسة، طبعا حضرتك فاهم بقى لها سنة وشهرين او شهر في الحدود دي، بقى لهم سنة بس متزوجين. بص كده حضرتك، دي العروسة حضرتك، ده العريس، ده صاحب الشقة و ده العريس ودي العروسة. طبعا حضرتك لسه عريس جديد جداد. طبعا حضرتك ده النيش بتاع اللي بالعروسه اللي هم بيطلبوه في القايمه والكلام دوت حضرتك. ده كان النيش. ده كان حضرتك النيش اللي بنحط فيه الحاجات اللي هي دي. ماشي حضرتك، ده اسمه تربو، حاجه بلاستيك كده اربع تدرات بنحط فيها هدوم الطفله زي ما حضرتك شايف كده. هم معاهم طفله عندها بالظبط 8 اشهر وكم واسبوعين. حضرتك ساكن في الدور اللي تحتيهم على طول. في الدور اللي تحت هنا. ماشي حضرتك، احنا طلعنا على الحريق وكده. ماشي حضرتك، دي التلاجه ديت كانت محطوطه هنا، التربو ده محطوط جنب منها هنا، دي المفروض ان هي غساله. دي حضرتك المفروض ان هي غساله. ده حضرتك دي موتور غساله، المفروض دي الغساله. دي الموتور المتبقي من الغساله. دي حضرتك الموتور المتبقي اهوت. دي حضرتك اوضه النوم زي ما حضرتك شايف كده، ده الباب بتاع اوضه النوم. ماشي حضرتك، تعالى اتفضل. تعالى نور لنا الله. معلش مفيش الاضاءه مفصوله عن الشقه كلها. كفايه طبعا بالله. ده الكوميدينو اللي بيبقى جنب اوضه السرير وكده زي ما حضرتك شايف كده، دي المفروض ان هي المكتبه بتاعت السرير حضرتك. ماشي، ده يعتبر الغطا بتاعهم. حضرتك ده السرير، او بمعنى صح اللي متبقي من السرير. حضرتك زي ما انت شايف كده المرتبه هي مجمده حضرتك على البتاع. ماشي، ده طبعا التسريحه، ما فيش تسريحه زي ما حضرتك شايف كده. ده الدولاب، ده الدولاب حضرتك. طبعا المطافي مشكوره برضو من ضغط الميه وكده كله وقع زي ما حضرتك شايف كده. تعال
ماشي. حضرتك دوت المطبخ. الحمام ما شايف انه ما سلمش. ده المفروض ان ده الحمام زي ما حضرتك شايف كده، مفيش حاجه فيه سليمه خالص، كله كوم رماد. المفروض ان ده منور، الشباك بتاعه مكسور زي ما حضرتك شايف كده من النار. طيب حضرتك ده المفروض ان ده المطبخ. ده المفروض ان حضرتك ده المطبخ. بعد اذن سيادتك كده تعالى كده حضرتك، بص زي ما حضرتك شايف كده كله كده بالنظام ده، كله كده بالنظام ده، كله فحم، مفيش حاجه بتنفع خالص زي ما حضرتك شايف. لا حول ولا قوه. ممكن حضرتك تيجي كده الشاشه طبعا دي، المفروض ان ديت بتبقى اوضه ثانيه اللي بيقعدوا فيها حضرتك. المفروض ان دي الشاشه بتاعت التلفزيون. الشاشه اللي هي متعلقه هنا مفيش فيها شاشه خالص. ماشي حضرتك شايف مروحه سايحه هنا هي زي ما حضرتك شايف، كله سواد زي ما حضرتك شايف. الحريق يعني بدأ من الساعة كام تقريبا؟ الحريق المفروض ان هو بدأ من حوالي الساعة 2:15 او 2:30 كده بالليل. بالليل طبعا. حضرتك لما بدأ الحريق طبعا على ما طلعنا وكده كانت الدنيا زي ما حضرتك شايف كده كله بقى رماد. ويشكر سيادة الرئيس مباحث كفر الزيات بصراحة بقى ما تأخرش علينا، أول ما اتصلنا بالنادي على طول كان سيادته مشكورا بعت لنا وحضر لنا هنا كل حاجة. طبعا هنا حاولتوا تطفوا بالطفايات بالمية على حسب ما قدرتوا. حضرتك احنا كنا بنجيب اطباق بلاستيك كده نكب بقى مية، طبعا ما نفعتش. في جيران حوالين مننا ايه اللي عنده طفاية وبتاع طفينا بيها برضه ما نفعتش. طبعا لازم نلتجئ للمطافي. طب هو وزوجته فين دلوقتي صاحب الشركه؟ هو حاليا زوجته محجوزه في مستشفى كفر الزيات. عندها حاله عصبيه من المنظر، يعني حاله نفسيه كده، وقعت في الارض مننا في الشارع ساعتها. يعني هي جت شافت الحريق. يعني ما كانوش قاعدين في الشقه وقتها. لا حضرتك هي معاها بنت صغيره. في كفر الزيات معلقه لها اكسجين. بتتنفس بيه. طبعا سيادتك لما جت جايه حوالي الساعه 3:15. جت كان الموضوع ده زي ما حضرتك شايف كده كان كله بقى في الشارع، ان بدات يعني نقدر نقول القدر يعني كان في صالحهم، يعني ان ربنا يعني قدر ان هما كانوا بره الشقه وقتها. تمام. هي طبعا دلوقتي لما طبعا جت شافت المنظر دوت راحت ايه زي ما حضرتك فاهم عروسه جديده حصل لها صدمه زي كده، فوقعت في الارض مع شالوها اهل الخير ودوها مستشفى كفر الزيات، جت لها زي صدمه عصبيه. طبعا جثه شاف المنظر كان عايز يرمي نفسه في قلب النار، طبعا ما الاهل الخير حشوه بتاع برضه ايه تعب شويه، وهو معلق محاليل حاليا في البيت عند والدته. طب انا دلوقتي وصف لنا يعني أول ما بلغت، ولا مين اللي قال لك على موضوع الحريق، ولا أنت اللي شفته، ولا إيه اللي حصل؟ لا إحنا في هنا واحدة جارتنا من الليل العالم اللي هم الليل اللي كانوا متعودين إن هم بيناموا بدري وبيصحوا بدري. دول كنا حوالي الساعة 2 هي حضرتك بتطلع تغسل وتنشر بره. تمام. فطبعا كانت الساعة 2:30 كده بتنشر بره، فشافت الدخنة في الجهة المقابلة للبيت. المقابلة هنا مننا هنا على طول البيت اللي قصادنا. تمام. فطبعا رنوا علينا بالتليفون تعالى انهضوا بسرعه على الشقه اللي فوق منكم بتولع. طبعا في حاله زي ديت في بيت فيه غاز طبيعي وكده المفروض ان ايه اي حاجه زي ديت لازم تتنجد بسرعه. ليه؟ لان البيت كله ممكن يتدمر. الشارع كله طلع الشارع كله او الحته كلها بمعنى اصح. فطبعا كنا جرينا كسرنا الباب ودخلنا عشان نشوف الحريق. ما بصراحه في وقت زي دوت اي حد لازم يعمل اللي احنا عملناه ولازم يخش زي ما احنا ما دخلنا. احنا ما استناناش ان مثلا نستنى لما هو يجي او يفتح لنا الشقه وكده، احنا كسرنا الباب بالعنف وكده. تمام. يعني في نهايه لقائنا بنتوجه لك بخالص الشكر، وربنا يعوضهم خير يا رب على هذا المصاب. يعني اعزائي متابعي ومشاهدي موقع وتلفزيون مصر تايمز، زي ما رصدنا لحضراتكم في لحظه الشقة اتحولت لكوم تراب هنا في قرية الدلجمون. السقف هنا متاكل هنا حضرتك اهو من شدية النار. بص كده حضرتك. وبعدين في حاجة كمان ساعة الباشا بعد إذن سيادتك. اتفضل. الشقة دي هو ساكن. يعني ده مش ملك. لا البيوت دي بيوت إيجار.
تمام حضرتك البيت دوت 6 شقق متسكنين ماشي. فحضرتك صاحب الملك بيقول لك انا ماليش فيه، انا عايز الشقه ترجع زي ما كانت. فطبعا معلش زي ما حضرتك شايف الخراب والدمار ده، هنجيب لك الشقه ازاي او هعمل ايه او نعمله ايه؟ انت البيت الصغير دي التربو ده اللي كان في البيت الصغير، بص هدومها اهي، هدومها لسه، دي التربو اللي كان في البيت الصغير. شفناها. يعني متابعينا الكرام، متابعي موقع وتلفزيون مصر تايمز، زي ما رصدنا لحضراتكم هذه الحالة اللي عاشها أهالي قرية الدلجمون هنا في مركز كفر زياد بمحافظة الغربية، حالة مأساوية ولحظات مرعبة. يعني الشقة بجد حرفيا تحولت لكوم تراب في لحظة. شكرا متابعينا الكرام لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.